تحدي حطيته قدامي كنت شايفه صعب، بس كان في حاجة من جوايا بتقولي مفيش مستحيل واني هقدر. وكل ما كنت بقرب اني اوصله كنت عارف من جوايا ان ده مش كفاية. وان اللي جوايا يخليني اعمل اكتر. كل حد فينا بيعدي بتحدي مختلف، بس الأكيد إن اللي جوانا يقدر يغيره.